يعني خلاص يما اختلفتي مع ام احمد وماكو زواج؟ احلى منكم بمعرس غني وما له شخصيه تبخرت وطارت بالهواء. انا من الاول قايله السالفه هذه لا يمكن تتم، احنا وياهم مختلفين بكل شيء، بعدين هي ملسونه ومي هي هينه، من يقدر يعيش وياها ببيت واحد؟ امكم وشريفه نمونه واحده وهذا انتم عايشين معاه. عمي انت ما تقولي ليش حاط دوبك ودوبي؟ شو مسويت لك انا الحين علشان سمعني هالكلام اللي يقذ ويعور القلب؟ شرها علي انا اللي غلطانه اللي جيت قلت لكم كل اللي دار بيني وبين ام احمد. يا جماعه خلونا الحين من الموضوع هذا، فكونا من هالكلام، خلونا نشوف طلبات شريفه ونتشاور فيها. طلب شريفه واحد ماكو غيره، تبي احمد وتهاني يقعدون معاها ببيت واحد، وهالشيء هذا انا لا يمكن اوافق عليه. انا بصراحه ابي بيت حق بنتي بروحها ما حد يشاركها فيه. عدل هذا من حقنا وحق بنتنا. يا جماعه اذا شريفه بتقعد وياهم بيتمون المشاكل ليل ونهار. هي لو مره سنعت كان قلنا ما يخالف، لكن دع له تدخل كل صغيره وكبيره. وفوق هذا كله كل وحده تحب تعيش ببيت بروحها حره مع زوجها بمملكتها، وشريفه لازم تعرف الشيء هذا. يا يمه الله يهديك، انت تعرفين ان شريفه تحب ولدها وايد وما تقدر تعيش من غيره. يا سلام، وش يصير يعني اذا شريفه قعدت بالبيت واحمد وتهاني خذوا لهم بيت ثاني؟ يدي ايش فيك ساكت الله يهديك، ما تقول رايك؟ اقول رايي؟ انا خاف اقول رايي ما يعجب بعض الناس مثل العاده. افا عليك بس يا يبا، ايش هالكلام اللي تقوله؟ انت الخير والبركه والكل بهالبيت يحترم رايك. انتوا عارفين رايي من زمان، تدرون اني ماني موافق على زواج ثاني من احمد وولد شريفه، لكن الحين اقول ان شريفه معاها حق بطلباتها. يدي ايش الحج اللي تقوله؟ انت اللي طول عمرك تقول لا. وما زلت يا بنتي اقول لا ولا انا موافق على هالزواج، لكن شريفه معاها حق باللي تطلبه. ايش هالكلام يا يبا؟ شو معها حق؟ شريفه ام وهذا ولدها الوحيد ما عندها غيره، والله يعلم هي شقد تحبه وشقد تعزه وشكثر ضحت علشانه. وين تبونها تروح؟ تبونها تأجر بيت وتقعد بروحها؟ يا جماعه يدي معاه حق بكل اللي يقوله. بذمتك يمه، بذمتك الحين لو انا تزوجت وطلعت مع زوجتي بروحنا وقعدنا وخليناك بروحك ترضين؟ لا عاد انا غير. يمه شلون غير؟ انت ام وشريفه ام ولكم نفس الاحاسيس والمشاعر. يا جماعه شريفه هذه وحده ما تتعاشر واكيد بتخلي حياه تهاني كدر بكدر. هاي انت شفيت ساكته ما تحكين، الموضوع ما يخصك. الراي امي واللي تشوفه. يا هذه حياتك انت يا تهاني، انت المفروض تقررين مو احنا. امي وابوي ابخص بمصلحتي. يا جماعه انا من رايي الحين نترك الموضوع هذا شويه لين نشوف شريفه ايش بتسوي، يمكن تغير رايها. ايش دراكم؟ ويمكن طيبة تغير رايها. لا عاد أنا لا يمكن أغير رايي، إذا يبون بنتي يحطون لها بيت بروحها. حاضر على أمرك يا قالي، والطلب رخيص، أبي أشتري لهم فيلا إن شاء الله. بعد إيش تامرين؟ سلامتك يا حبيبتي، بس شو اللي خلاش تغيرين رايك بهالسرعة؟ وي 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 يا مسالم، شلون أغير رايي؟ هلا غيروا نص، أحمد عزيز عندي وسعادته تهمني وسعادة تهاني من سعادة أحمد. إي والله يمه، على طار السعادة مرة واحد دشق الصفافير أول أحمد. إيش فيك أنت كذي هذا وقت نكت الحين؟ إن شاء الله يمه ما يصير خالص إلا طيب. إنزين وأنت يا أم أحمد وين بتسكني؟ أنا إن شاء الله أكون دبرت نفسي على ما يردون من شهر العسل، يا ان اشتري لي فيلا ولا اجر لي بيت. اي والله صدق كلامي صحيح، احنا اتفقنا على كذي. ها مسالم عندكم طلبات ثانيه؟ سلامه عمرك، احنا كذي متفقين. عيل ما باقي الا نتكلم عن الملكه والعرس. خوش باكر الملكه مو كذي احمد؟ زين عقب باكر مو احسن احمد؟ ها مسالم ايش قلتي؟ انا اقول ومن رايي ان نخلي الملكه الاسبوع الجاي، والزواج ان شاء الله يكون بعطله نص السنه. ويه عطله نص السنه بعيد، ماكو اقرب شويه؟ شورت وهدايه الله، ان شاء الله عقب ما يتزوجون بياخذها وبيروحون شهر العسل. يمه انت
تبي تروحين وياني امي؟ احمد ايش هالعبو؟ انا اروح وياكم، انت وزوجتك بتروحون شهر العسل، انا شو وديني وياكم؟ ايش هالعبو والله؟ اسمعني عاد عدل، صحيح انا امك، لكن تهاني عقب ما تتزوجها هي امك وهي صديقتك وهي زوجتك وشريكة حياتك وكل شيء لك بالدنيا. ترى اللي زعلها يزعلني، تهاني دانة حطها بعيونك وقمض عليها، ترى كل اللي زعلها بزعلني. ولا تنسى عمتك طيبة، ترى هي راس المال والشور شورها والراي راي. هزينا والناس تبارك، نعرس وعروسة والفرحة زادت، محلى هزينا والناس تبارك. يا حلات مشيتهم وضحكت يا حلات مشيتهم وضحكت أهلهم، يا رب تسعدهم لا تخيب أملهم. يا حلات مشيتهم وضحكت أهلهم، يا حلات مشيتهم وضحكت أهلهم، يا رب تسعدهم لا تخيب أملهم. مارس وعروسة والفرحة زادت ومحلات هزينا والناس تبارك، مارس وعروسة شفيك؟ عفوا عليك يا احمد، ليش تبكين؟ ادري صلي على النبي يا بنت الحلال، هم مسافرين استانسون وانت تبكين؟ رايحين الحرب هم. احمد ما وصيك يبا دير بالك على تهاني. خاف يا عمي تهاني عيوني. هذه الجوازات والتذاكر داخل. خوش خلصت كل شيء؟ كل شيء جاهز تمام. كفو يا ولدي كفو. شفيك يما الله يهداك، وين بنروح احنا؟ عفوا عليك يا ام احمد، عفوا عليك بس. صلى على النبي يما. أقول لكم يا عيال، ترى ما بقى إلا نص ساعة، روحوا دشوا داخل لأن الكويتية تطير بموعدها. أي والله، يلا يلا يما مع السلامة، شوفك على خير إن شاء الله، حط باك على نفسك. أنا ما أقدر على فراقكم، ما أقدر أودعكم. تهاني يما حطي بالك على أحمد. إن شاء الله خالتي. إي يما حطي بالك عليه، مع السلامة، مع السلامة. يلا تهاني حبيبتي تروحي السلامة. دير بالك على نفسك ها؟ يلا أحمد بالسلامة إن شاء الله. دير بالك على نفسك. حط بالك عليها يا أحمد. يلا مع السلامة يبا، دير بالك على روحك، دير بالك على أحمد. إن شاء الله. مع السلامة. يلا 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 يما دشوا. دشوا داخل. حط بالك على أمي عادي. يلا. يلا مع السلامة جهاد. حط بالك عليها يا أحمد. خير إن شاء الله خير. يلا مع السلامة. شوفك على خير. لا تنسون تصلوا فينا لو وصلتوا. أوصيك ها؟ إن شاء الله. أحمد ما أوصيك على تهاني يبا؟ لا خير إن شاء الله، بس ما أوصيك على أمي يا عمي ها؟ يا أفا عليك. سووا لنا تليفون لا تنسوه. تأمر على شيء؟ ما يأمر عليك عدو. تسلم. يلا خير. مع السلامة. مع السلامة. بارك عليه رحمه الله. حاضر. إيش رأيك أقول لك نكتة؟ على أحمد. وقت الحين تأخرت. نكتة. شي والله. وعلامك أنت بعد انعفشتي يا بنت الحلال. يلا توكلي على الله خل نروح البيت. خل نوقف لما تطير الطيارة. إيش حقك؟ إذا طارت الطيارة يا سالم من هني بتشوفينها. لا بس. صلي على النبي وامشي يلا.
خش مفاجأة تهاني مو كذي؟ إيه خش مفاجأة. شو سأخذ حديد؟ يلا يلا قوم اقعد مكاني خل اقعد أنا بالوسط. ما لمت عليك. قلت لك قوم اقعد طرف خل اقعد بالوسط يلا خلصني. قوم. يلا اربط الحزام. أنت بعد ربط الحزام يا تهاني. يلا ربطوا الحزمة ربطوا الحزمة صيروا متاليين. ايه اها طلع حزاني اشوف اها هيدا والله وفريتك شكبرها يا تهاني. طيبه طيبه ايش فيك بعيد؟ لا اله الا الله حزن ولا فرح هذا؟ الحقيقه ما ينعرف لكم انتو يا الحريم. الحين انتي اللي سويتي كل شيء وانت اللي زوجتيها برضاك وعلى هواك بعد ضيقه الخلق والحزن هذا ايش حقه؟ والله ما أدري شو أقول لك يا حمد. ماكو شيء يفرح الأم ويسعد قلبها كثر زواج عيالها. لكن الفراق صعب. حاسة إن البيت ناقصة شيء. عايش بتسوين إذا باشر كل عيالك تزوجوا وهدوا البيت وخلوك بروحك؟ لا عاد. هذه لا يمكن تصير. سالم وناصر بيتزوجون وقعدون عندي في البيت. أنا لا يمكن أعيش من غيرهم. ناصر ممكن لكن سالم ما ظنيت إنه يرضى يقعد ويانا. سالم غير عن إخوانه كلهم. أي والله وأنت صاد. الولد هذا ما أدري من طالع عليه. طول عمره عايش بروحه والروحه ولا يهمه أي شيء حصل لنا من مشاكل في هالبيت. ما كنا واحد من العائلة. تصوري تصوري انا اتصلت فيه قلت له لازم تجي وبسرعه اختك بتتزوج. تدري ايش قال لي؟ قال لي ما اقدر عندي امتحانات. ويه من شهرين وانا اسمع ان عنده امتحانات. ما صارت امتحانات هذه معقوله للحين ما خلصها؟ لكن هو كله كذي تعذر وبس. ايه يا بنت الحلال عسى الله يهديه ان شاء الله ويرد لنا بالسلامه. امين. لا على فكره مثل ما انت ام يا طيبه وتاثرتي بفراق تهاني ترى هم شريفه ام واكيد متاثره بفراق احمد ولدها. انا اقول يعني لو تمرينها تقعدين معاها طيبين خاطرها بكم كلمه ولا اتصلي فيها تلفون واخذي ما بنفسها. انت على بالك الشيء هذا طاف علي؟ لا بالعكس انا توني قاعده افكر اني اتصل فيها واكلمها. ما قد صب علي على علي وما علي رق شرب لنا من كاس بالنور رق شرب لنا من كاس بالنور يا 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 الو سكرينة وين ماما؟ ماما شريفة ام احمد. ها لا يا الخبلة مو احمد ابي ام احمد. سافرت؟ ايش هالحكي؟ اعطيني شريفة اعطيني شريفة. انت متأكدة انها سافرت معاهم؟ ها متأكدة من هالكلام؟ حسبي الله على ابليسها. اوف شو السالفه؟ ايش فيك بعد؟
الخادمة تقول إن شريفة سافرت مع أحمد وتهاني. مستحيل، المرأة أصلاً ما رضت تودعهم وخلتنا واقفين وراحت. الخادمة صادجة، شريفة خلتنا إحنا واقفين وبعدين هي سوت روحها ماشية، ويوم إحنا رحنا رجعت ولحقتهم. آي القهر، آي القهر. عافية عليها من مرة هذي، والله المرة اللي بتخليك تشوفين نجوم القايلة. لا وبعد للحين ما شفت شيء يا مسالم. عمي واللي يرحم والديك اسكت، ترى مبطش عبدي واصلة لهني كلش. زين زين أم أحمد، إيش حق سوت كذي؟ وشون تروح معاهم؟ مو هذا اللي هامني، اللي قاهرني بيذبحني قهر إنها شلون استقبلتنا كلنا وضحكت علينا. يا القهر، من أولها غشت، من أولها غش. ألو، أي نعم، هذا بيت حمد عبد الله، من حضرتك؟ نعم، إدارة الجريدة؟ أي جريدة؟ زين وحضرتك الحين ايش تبي؟ بشاير؟ اي 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 فهمت ان شاء الله، باكر انا اخليها تيكم. مع السلامه. اوف، شو السالفه طيبوش؟ يبون فيك الجريده يبون ايش؟ تغل صحفيه عندهم. عجيب، يبونك تكتبين بصفحة الأدب ولا بصفحة الفن؟ لا، بصفحة الرياضة. هاي الحرة، حتى بنتي تكذب علي وتروح تشتغل من ورا ظهري. لكن هين أنا أوريك. إذا بتتمين على طبعك هذا وبتعاملينهم نفس المعاملة، الكل بيضحك عليك وبيشتغل من ورا ظهرك. شوفي يا مسالم، اخذيها حكمة ونصيحة من هالشيبة، هالشيبات هذه، وكفاية تحكم. يا عمي أنا ماني ناقصتك. يبا، يعني أنت تدري أن بشاير رايح الجريدة ومقابلتهم هناك؟ نعم، وأنا اللي كنت معاها وكتبنا الطلب جميع. الله يسامحك يا يبا، ليش سويت كذي؟ لأني شفتك وللأسف ما أنت قادر تسوي شيء. يعني ضحكتي علي ورحتي من وراي وانا قاعده هنا يا غافلين لكم الله؟ شو تحسبيني مغفله ولا مدمغه؟ يما ايش هالحكي هذا؟ الله يهداك، محشومه بس انت هدي اعصابك وخلينا نتفاهم بالاداب. ايش انت فاهم عليش؟ عقب ما رحتي سويتي شغلك؟ يما انا ما سويت شيء غلط وللحين ما صار شيء. يا سلام، يعني تبيني انطر لمن يصير شيء؟ انت ما تقولي لي من اللي مدخل فكره الصحافه براسك؟ يبا اكو ألف وظيفه بألف مكان غير هالمكان. صح كلامك عدل يما، بس علشان الواحد ينجح في وظيفته لازم يحبها. يا سلام، يعني انت الحين من الاعلان الصغير هذا اللي قريتيه بالجرايد حبيتي الوظيفه؟ لا يما، لا، السالفه مو سالفه اعلان، انت تدري من زمان اني انا احب هالوظيفه واحس انها تناسبني. بس ما تناسبنا احنا. يما انا اللي بشتغل مو انتو. انت تدرين انا من المدرسه كنت مسؤوله عن الصحافه وحتى في الجامعه مسؤوله عن مجله الكليه. يا بنيه، المدرسه والكليه شيء والاشتغال بالصحافه شيء ثاني. بعدين لا تنسين انك انت الحين كبرتي. عدل عدل كلامك يما، كبرت وتعلمت وحتى حب الصحافه كبر وياه. يا يما يما، علشان بشوره وافقه يسلم عمرك، ايش فيها وظيفه الصحافه؟ بالعكس محترمه وممتازه وحاسه اني بنجح فيها. زين انت بتنجحين فيها، بس ما فكرتي بكلام الناس؟ ما فكرتي ان بعضهم للحين عقلياتهم مو متقبله هالشيء؟ يما المثل يقول ارضاء الناس غايه لا تدرك، والأهم من هذا كله إن شاء الله نظرة الناس بتتغير. وبعدين مو كل اللي يعتقدون الناس هو الصحيح، أكو أشياء كثير غلط نبي نتخلص منها بس ما نقدر. يما يما، إيش فيك ساكتة؟ سلم عمرك وافقي. تبيني أوافق علشان يفتكر يدك إن انتصر علي ومشى كلامه علي؟ يا يما يا حبيبتي يا بعد عمري، مو معقول عنادكم هو اللي تحكم فينا وبحياتنا وبمستقبلنا. يما انتو شو يصير لو واحد يقعد ويا الثاني ويقنع الثاني بوجهة نظره؟ يما يما، انت ما تحبيني؟ يما حبيبتي، يما بعد عمري وافقي علشان بشورة بنيتك. انت تحبيني مو؟
إيه لا في واحد اليوم اتصل ويقول إنهم يبونك الساعة 10:30 بالجريدة. لا تستخفين علي بس. شريف حمد ليلى راشد. يا هلا هلا. تفضلي. مشكور. تفضلي. هذا مكتبك الجديد. مشكور. هذا وانا زميلتك هنا بالقسم، قسم المحليات. ايه. اذا احتجتي اي شيء انا موجوده هنا. هذا من طيبك. الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. اوف مو معقول، هذا ثاني مشروع نخسر فيه. كل الشركات اللي تنافسنا وتشتغل بنفس المجال تربح الا احنا، ليش ما ادري، وين الغلط ماني قادر احدد. مش خساره ثانيه مثل هذه والشركه تعلن افلاسها وننكشف بالسوق؟ طب ليه ما تحاول تدور على الاسباب يا استاذ حمد؟ احنا قدرنا كل التكاليف وكانت دراستنا للمشروع مضبوطه وكل تقديراتنا صارت مضبوطه، لكن الخساره فوق 100,000. فوق 100,000 في الحقيقة. أصل حضرتك طيب قوي و قصدك مدمغ قوي. مش ممكن يكون ده قصدي يا أستاذ حمد، لكن حضرتك بتدي ثقتك لكل الناس. أكيد العمال والموظفين اللي في الشركة وفي المصنع بيستغلوا الثقة دي، وأكيد الخسائر دي كلها منهم. ها لازم لازم أعطيهم ثقتي، أنا بروحي ما أقدر أشتغل. يبقى لازم تختارهم كويس يا أستاذ حمد. ها شو هالحكي عطيات؟ انت شلون تكلميني بالطريقه هذه؟ متاسفه استاذ حمد. يلا اسف. يلا يلا عطيات مكتبك. يلا 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 ما بقى الا انت بعد. يلا والله انا ابتلشت معاكم، ما ادري شنو اللي يرضيكم. انت طول عمرك مع يدك وتوافق على كل الكلام اللي يقوله. عدل يا يمه عدل، بس انا اوافق على الشيء اللي انا اقتنع فيه اول، لكن بشاير تشتغل بالصحافة؟ لا لا يا يمه، انت تعرفين شنو الصحافة؟ الصحافة هذه يسمونها مهنة المتاعب، وبشاير ما هي قدها المتاعب يا يمه. ايه بس اختك تقول ان الشغلة هذه ما هي سهلة ولا هي هينة، يسوون لها اختبارات ويمكن ما تنجح. المكتوب ينقري من عنوانه يا يمه، اكيد اطردوها بعد. ها بشاير سويتي بالجريده؟ رحت الجريده يمه وقابلت المسؤولين واستلمت الشغل، ويا يدي زاه الله الف خير وعفس الدنيا فوق تحت. نعم انا قلت لا يعني لا، هي كلمه واحده وبس، شغل بالصحافه لا. بس يا يدي انت كنت موافق في البدايه وانت اللي شجعتها ورحت معاها بعد. انا بالاول وافقت ورحت معاها علشان ما بيها تزعل، هذه الصراحة، لكن لو رحت معاها ما هقيت انهم بوافقون عليها وبيشغلونها بهالسرعة. بس كلامك بالسيارة حقي كان غير، ايش رايك اقول لهم الحين ايش حقها وانت عن شغلي؟ بشاير انا ما قلت لك شيء، واذا بتفتشين حلجك بكلمة ترى انا بهد لكم البيت وامشي. بشاير علميني يدك ايش قالت؟ لا يما ماني قايلة، اخاف تزعلين. لا قولي ماني زعلانة قولي. أم ولا كلمة تكلمي. لا بشاير تكلمي. يما يدي يقول يدي مدام ان امك وافقت على شغلك على عناد لك ولمك والهلك وطوايفك ماني موافقة. انا غلطان اللي وثقت فيك، لكن مقيولة
الحب يطلع على بذره. بشاير، انت نجحتي بالاختبار؟ لا يمه، وسلمت الشغل بعد. بعد عيل انا موافقه، والف مبروك. وانا ماني موافق ولك، والف مبروك. والوظيفه هذه ما تناسب بشاير. ناصر. نعم. قوم يما بيك انا بشغله. يا يما انت تبيني بشغله وانا ماني فاهم شيء. انت مسرع ما غيرت رايكم. امشي زين، امشي ما عليك منه. امشي يا امك شربتها وطافت عليها. ايش رايك بافكار جدو؟ قوها النميه يا جدو. لا والله يا جدو، عفي عليك يا بنتو، خوش بنيه صادقه وامينه مع امك. يا اما لحظه، انا فهمك الموضوع. شو تفهميني؟ انا كاشفتكم من الاول، ماني مغفله. وخر عمي، خلني اتفاهم مع بنتي. وقف، وخر، ابى اتفاهم معاها. ليش سوت كذي؟ يما مداعبه بريئه. يا يما مداعبه بريئه؟ مداعبه بريئه ولا مؤامره بينك وبينها؟ عمي انت وتخرب علي عيالي. مو انت الله يسلمك يا طيبه، انت اللي خليتينا نسوي كذي. مو احنا سمعناك وحنا واقفين ورا الباب تقولين حق ناصر انك وافقتي قصبا عليك. بشاير هني خافت انك تهونين وتردين لعنادك. السلام عليكم. عليكم السلام. يبا يبا، ايش فيك حمد؟ شو السالفة؟ سلامكم، ما فيني شيء. ها حمد، ايش فيك صاير؟ سلامتك. شلون سلامتي؟ يعني ما فيك شيء؟ قلت لك ما فيني شيء، صدقيني ما فيني شيء. ما فيك شيء؟ انت اصلا مو طبيعي، احوالك متغيره، صار لك مده كلها تفكر وكنك تحاتي شيء. اي صاير، علمني. اي يبا قلت لك ما فيني شيء قصب. يا وانت ما تعرف غير هالكلمه. تعبان تعبان ولا ما تبوا الواحد يتعب بعد؟ ايش تعبان منه عاد، علمني. تعبان وبس، لكن ايش منه ما ادري. كان رحت الطبيب وانت تعرف السبب. على امرك. حاضر، بروح الطبيب. ومتى ان شاء الله بتروح الطبيب؟ اليوم العصر. لا ارتحت صدقيني بروح الطبيب. طيب شو يقول لا ارتحت؟ لا ارتحت ايش حاجه تروح الطبيب بعد؟ طيبه طيبه، الله يرحم والديك ويخليك، لو سمحتي انا تعبان، ممكن تخليني بروحي؟ ممكن ونص اخليك بروحك. اقعد على كيفك، اقعد بروحك وكلم روحك بعد. شرها علي انا اللي جاي اشاركك مشاكلك ومتاعبك. ها؟ ايش تقولين؟ انا بحلم ولا بعلم؟ طيبة تقول هالحكي؟ اول مرة اسمع منك هالكلام. الكلام هذا انا سامعته اليوم من الاذاعة، تقول عايشة اليحيى في برنامج مع الأسرة. تقول أختي المستمعة، أخي المستمع، يجب على كل زوجة واعية ومدركة لدورها في البيت والأسرة إنها تكون لزوجها الزوجة والأم والصديقة، وتشاركه مشاكله ومتاعبه، وتمسح احزانه بالحب والحنان. وهذا انا جايه اشاركك مشاكلك ومتاعبك وامسح احزانك بالحب والحنان. سكرين، وين ولت عادي؟ ويه سكرين. سلام. سلام. ها شلونك؟ زين. زينه؟ زين. اي روحي نزلي الجناط من السياره. زين زين. يلا بسرعه.
ثاني. نعم خالتي. وين رايحة؟ تعبانة شوي، بروح ارتاح بداري. انزين بدلي هدومك وتعالي ابيك شوية. ان شاء الله. يلا انا اللي كمه. وين رايح؟ بروح اغير ثيابي. اقعد، مو وقت الحين، انا ابيك بموضوع بعدين بدل ثيابك. حاضر يمه. يمه لحظه لو سمحتي سمعيني. تسمع عقب ما سمعت تخدش تبكي بالتليفون. انا لازم اروح لها الحين واعرف شو السالفه. يمه حتى انا وياك بروح حق تهاني، بس اللي بقوله لك ان تهاني توها صغيره وما تعرف الحياه عدل. انا ما بيش تروحين هناك تهاوشين وبعدين وانت معصبه. اول شيء لازم تعرفين السبب. انا عارفه السبب. بعد اكو غيرها شافوه رايحه معاهم شهر العسل ورادين عقب اسبوع. شنو بعد ما يبي لها تفسير؟ هي راحت لهم هناك ويا نناتهم خلتهم يردون. مو هذا اختيارك لها يمه؟ شو اسوي عاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اياني وياك تقولين حق يدك ان تهاني زعلانه؟ ايه ايش عندكم اتساس روان؟ لا سلامتك يا دي، ماكو شيء. تهاني توها رد وبنروح نسلم عليها. جيل الحمد لله على السلامة. حاجل اخذوني وياكم بروح اسلم عليها. لا 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 عمي ما في داعي، هما توهم رادين من السفر وتعابه وذي، يعني مرة ثانية ان شاء الله ناخذك معانا، ايش رايك؟ على هواكم يبا كيفكم، بس ما قلتوا لي شلونها تهاني؟ اخ تهاني يدي لا الحمد لله زينة، ومساعة يوم تكلمني بالتليفون مستانسة وبتطير من الفرح. يلا يا بشاير صيفنا على اختك. يلا ام سالم، ايش فيك ما سلمتي علي؟ قبل لا اسلم عليك احب اعرف وتعلميني، ما تقولي لي انت ليش قصيتي علينا كلنا وسافرتي معاهم من ورانا؟ عشان اسويها مفاجأة لكم. ايه على طار المفاجأة، مرة واحد اثنين ريال ومرته مسافرين بشهر العسل، هل يسمونه شهر عسل حق المعاريس يستانسون فيه. ما تعلميني انتي ايش حقه متدربحه ورايحه معاهم؟ عشان اخدمهم واسوي الشغلات اللي هما ما يعرفون يسوونه واساعدهم. ها سالي احمد. صحيح صدق كلام امي، امي ما تركتنا ولا دقيقه، تخدمنا ليل ونهار، مسويتنا يد هينه لا تنكتي. نعم والله مو قاصر اي شيء، خادمتنا ليل ونهار، حتى في حمام السباحه واقفه عامره. ايش تبون تدللوا؟ لا خوش شهر عسل. على طاري العسل مرة نحلة. أستاذ أحمد الله يعافيك تنادلينا تهاني عشان نبي نسلم عليها وبعدين نشوف سالفة النحلة. الله يخليك. خير إن شاء الله. تهاني تهاني زينة نحولتي. ايش في علامج؟ ها؟ ايش في بنتي تبكي سويتي فيها؟ تبكي من زود الفرح هذه والسعاده هذه دموع الفرح. تهاني يا ليتني سمعت كلامك، يا ليتني سمعت نصيحتك. قالوها قبل اللي ما يطيع يضيع. يدي الله يهداك ما في داعي للشماتة، اللي صار صار وانتهى الموضوع، خلونا نفكر الحين شلون نحل الموضوع. كلكم تدرون من البداية ان شريفة لا يمكن تهد احمد، وبعدين هي تدخل بكل صغيرة وكبيرة بحياته. ايه بس هي وعدتني قبل الزواج انها تقعد بروحها، الحين تقول لا انا ما قلت وانا ما اقدر افارق ولدي. الحق معاها يا طيبة. شلون الحق معاها يا عمي؟
تهاني بنتي عايشة بعذاب، انت المفروض تكون معانا مو مع شريفة. انا مع الحق. انت يا طيبو من 25 سنة لما تزوجتي هالسبع مو لزمتي علينا يحطك ببيت بروحك وطلعتي وخليتونا؟ الحين تبين بنتك تسوي نفس الشيء. هذه سنة الحياة يدي وأيامكم غير أيامنا، يعني الوحدة لما تزوج لازم تطلع ببيتها مع رايلها. يا بشاير يا بنتي، إيش ذنب الواحد اللي عنده أبو شايب وأم عجوز؟ وين تبين يوديهم؟ يقطهم بزبالة؟ يا عمي، وش ذنب بنتي تهاني تعيش بعذاب؟ وش ذنب شريفة اللي ربت وعلمت؟ تبونها تعيش ببيت بروحها؟ يا يدي يا يدي، الله يطول عمرك. احنا ما قلنا احنا بنطردها ولا بنحرمها من ولدها، احنا ايش حقه قاعدين هنا علشان نتفاهم وندور حل؟ يبا انت للحين ما قلت رايك. رايي؟ شقو رايي فيه؟ رايك بمشكلة شريفة مع تهاني. الكلام اللي قاله يدك عنده حق فيه. يعني انت تبي بنتك تعيش طول عمرها بعذاب؟ وحتى انت عندك حق بكل اللي قلتيه. أبوكم قلب العصا من النص، خايف يزعلمكم. لا يا يبا، مو هذا قصدي، لكن تفضلوا يلا دوروا حل يرضي الجميع وأنا حاضر أوافق عليه على طول. وانت حضرتك ليش ما تدور معانا؟ بنت أبوها؟ يبا أرجوك، أنا تعبان ومالي خلق، بعدين المسألة بسيطة، انتوا ايش حق مسوين منها مشكلة؟ أنا إذنكم. ما في داعي تتعبوا روحكم وتدورون عن حل، الحل عندي أنا. مشكلة شريفة خلوها علي أنا، دواها عندي. خلاص أمكم أعلنت الحرب، وهذا اللي الدورة من زمان طول عمرها تبحث عنه، هذه هوايتها تدور المشاكل وعوار القلب والحنة والرنة. يا شيخ راشد ولدنا سيوات ريالي عجبي والله ما يراد عند مرأة المراد قاعدي معانا قاعدي معانا يروح على شاري. ها يبالي بحين ما ننتهي؟ شو تبوني انام وصوتكم وصراخ التلفزيون وصراخكم واصل للشارع؟ بعدين ايش حق تضحكون ومستانسين؟ ايش مستانسين على هالخرابيط هذه؟ احمد لا تنسى اللي اتفقنا عليه. وشنو اللي اتفقتوا عليه؟ باكر انا واحمد بنروح وزاره التربيه عشان انقل اوراقي من المدرسه اللي كنت فيها لتعليم الكبار. ايش حقه؟ يما البنية عقب ما تزوجت ما يصير تكمل الصف مرة ثانية. أنا أدري أفهم ماني ياهل أنا، بس أقول إيش حقه بتروح تعليم الكبار؟ يما علشان تدرس تدرس تدرس. وإيش حقه تدرس؟ أنت الحين تزوجتي وراك بيت وراك مسؤولية وراك ريال، الزواج مسؤولية ما هي لعبة. أدري خالتي، بس أنتوا اتفقتوا مع أمي على هالشيء قبل الزواج وأظنكم متفقين عليه. لا 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 لا، أمك تقص عليك وتكذب، ما أذكر قالت لي عن هالشيء. ما يخالف خالتي، حتى لو ما اتفقتوا أنا من حقي أكمل دراستي، وبعدين أحمد موافق ما عنده مانع. عدل أم عدل. أحمد؟ لا أنا أقول عدل عدل، كلام أمي لازم نستشيرها أول وناخذ رأيها يا تهاني. تعال، وين بتروح؟ هاي ما ايمانه. انا اقول وين بتروح، ما تسمع؟ لا اسمع يما سلامتك، انا بس اقصد اني انا كنت هناك قاعد تعبت من القعد هناك فيت حبيت اقعد يمك. احمد لا تكذب، انا ماني مدمقه، انا ادري انك بتروح لها. ايما الله يهداك، ريال تعبان تعبان وبيرتاح. تبي ترتاح؟ وانا من يقعد وياي؟ من يتكلم وياي؟ عقب ما قعدتوني من نومي وأزعجتوني وطيرتوا النوم من عيوني، من أتكلم وياه؟ ما إما أنا إن شاء الله إن شاء الله.
سولفي. أحمد. نعم. تعال أبيك شوية. تعال اقعد. روح شوف ايش تبي بعدين تعال أبيك بسالفة. إن شاء الله. تهاني لحظة. أنت وأرجوك أحمد، أنا ما قلت لك عاند أمك ولا أطيعها، بس المفروض تكون لك شخصية بهالبيت. يعني شلون شخصية؟ شلون؟ هذا اللي بيموتني، هذا اللي بيموتني قهر. أحمد، صار لي أكثر من ساعة قاعد أتكلم معاك وتاليتها تقول لي شلون شخصية؟ المفروض تسوي اللي أنت مقتنع فيه، مو اللي مقتنع فيه غيرك، والمفروض إذا وافقت على شيء ما تتراجع عنه. كلامش مضبوط يا تهاني، بس انا ما اقدر ازعل امي ولا اقدر اكدر خاطرها. اذا انت على حق وما قاعد تسوي شيء غلط، ايش حقها هي تزعل؟ احمد، انا زوجتك ولي عليك حقوق، في اشياء وايد المفروض انا وانت بس اللي نتكلم فيها ونتفاهم عليها من غير ما يتدخل احد، لا من اهلي ولا من اهلك. كلامك معقول يا تهاني وانا مقتنع فيه، بس انت ما تعرفين الوالدة كثر ما انا اعرفها. تهاني ارجوك، اللي اطلبه منك يا حبيبتي انك تصبرين وتتحملين. تعبان يا تهاني، تعبان، وارجوك اعذريني يا تهاني، ما انا عارف ارضيك ولا ارضي الوالده. منو يعني غيري؟ أحمد وينه؟ خالتي، أحمد نايم سابع نومه، قاعدة لك؟ لا، خلي، ماكو داعي أشوف الصبح، أنا رايحة داري. تصبحين على خير خالتي. وأنت من أهله؟ قوم صدقت وراحت. هاني بس اخاف الوالده تزعل. الله بالخير. هذا منك تعرفين هالملاعب هذه؟ ليش ببيت الليت يا ذكيه؟ زين انت عارف حاجه ما اخذتني من صباح الله خير، وين بتوديني انت؟ ايش فيك عيله كذي؟ اخذي هالعنوان هذا ووصليني للمكان اللي اقول لك عنه، وبعدين بتعرفين كل شيء. زين ومسرور هذه من اللي بتروحي لها؟ ما قد سمعت انك تعرفين وحده اسمها مسرور. انت ايش فيك كذي؟ وديني حق هالعنوان بعدين بتعرفين من هي مسرور وليش انا رايحت لها. زين ما انا ما اقدر اتاخر اكثر من كذي، لازم اروح الجريده واقدم اوراقي. يعني شلون الجريده واوراقك اهم من اختك؟ يلا يا معودة، ركباي بدون ربربات، ما تسوون العازل اللي مطلعين روح الوحدة. وي سكري؟ نعم. وين ماما؟ ماما رايحة الجمعية. انزل روحي سوي الاستكانة الشاي. زين. ألو؟ قوة يدي، شلونك؟ حتى أنا والله ولهانة عليك وايد. شو اقول لك يدي، احوالي ما تصير لا عدو ولا حبيب.
إن شاء الله أحاول، يمكن الله يهديها. إنزين يدي، وين أمي؟ يلا أنت نازلة معاي. لا أنا قلت لك مساعي لبروح الجريدة. ثاني شيء أنا ماني مقتنعة بسوالف ومسرور هذه اللي تسوينها. مو مهم إنك أنت تقتنعين، المهم إني أنا مقتنعة وبس. لا تبطين بس. سكرين سكرين وين البلفت هذه؟ يما هلا هلا بيت. هلا تهاني. هلا شلونك؟ الحمد لله بخير. علميني شافوها الذيبه هذه شو مسويه وياك؟ سكتي يما، مينتني مطلعتني عن طوري. ماكو شيء ما تتدخل فيه. زين الحين تفضي صوتك، وينهم في يومه؟ لا هي بالجمعيه واحمد طالع. اي زين، مدام انهم طالعين سمع الكلام اللي بقوله لك. انزل لحظه يما، قبل لا تقولين اي شيء خليني اجيب لك شاي ولا شربت شيء تشربينه. ما ابي لا شاي ولا ماي، بس قعدي انت وسمعيني وحطي بالك معاي عدل. شفتي ذيله يما؟ هذا دهن ورد يا المخبله، مو دهن ورد. اكو دهن ورد كذي؟ سمعي، هذه القرشة اللي بتفكك من شرفو ومن أذيتها وبتخلي أحمد مثل الخاتم بصبعك. صدق يما؟ إيه هذا الكلام اللي برد القلب. بس شلون يما؟ أنا علمك شلون. أعطيني، شفتي هالغريشة هذه اللي كنها دهن ورد؟ تاخذين نصها في قلاص عصير، ولا أقول لك حطيها كلها وخليك طيره بس حق احمد، حطيها كلها حق شريفه يا الله يفيد فيها. زين واسقيهم اياه. انزين يما، قبل الاكل ولا عقب الاكل؟ هو دواء يا المغربله، دواء اهو، حطيه مثل ما قلت لك وبس. انزين يما، وهذه ايش حقه؟ شوفي هذه تاخذين شويه منه وترشينه على باب دار شريفه. زين عند العتبه كلش وين ما تدوس رشي شويه، والنص الثاني تاخذينه على باب حوشكم تحطيها مترشينه مثل ما قلت لك. بس متى؟ عقب اذان المقر بالضبط. انزين يما، تهجين النتيجه مضمونه؟ 100%. ذيك الساعه عاد بتفتكين من شريفه. اللي حطيتي الدواء هذا شريفه بتحس بهالبيت شنها بسجن وشنها مخنوقة. عاد هي تبي عمرها بتفر بتطلع من هالبيت. ذيك الساعة استانسي انتي، ما عندك احد ياكل قلبك. ولا صار الشيء ادعيلي عاد، قولي الله يطول عمر امي طيبة اللي دايما تنقذني. نسيب المخزن على طول بسرعة. ألو مين؟ فلاح، ازيك؟ انت فين وعامل ايه؟ مرتاح في الشغلانة الجديدة؟ الحمد لله، كده احسن 100,000 مرة. الأستاذ حمد؟ لا، له يومين ما جاش الشركة، أعصابه تعبان، وانت عارف السبب طبعا، أحوال الشركة والمصنع. إيه؟ بعد اللي عمله فيك عايز تقدم له خدمة؟ طيب طيب خلاص خلاص ما تزعلش. إيه هي المعلومات اللي عايز تبلغها له؟ حاضر حاضر حاضر، أول ما يجي هبلغه. حاضر، ابقى طمنا عن اخبارك بالتليفون ما دام مش عايز تيجي الشركه. الله يسلمك، مع السلامه. سكرين انت وايد زين.
انت زين زين على قولتهم برقد يود. اي هذا الشريط عندي وطيب دواها عندي اوريها. هاك اشرب. لا ما ابي. ترى ازعل. وانا قلت ما ابي قصد ما ابي. ما تبي تشرب ليش؟ اني انا مسويت لك اياه بيديني. بيديك؟ انت صدقتي؟ انقص عليك حتى لو يكون سم اشربه كله من اوله لاخره. لا يا احمد لا تشرب. ليش ما ليش؟ أنا أحب العصير خصوصاً من إيد تهاني. لو تعرف إيد تهاني إيش حاطت لك بالعصير كان ما شربته، كان كتيته بويها. إيش هالحكي اللي تقولينه خالتي؟ الحكي موجود بهالشريط. تبي تسمعين الشريط يا حلوة أنت وأمك؟ تعالي. وين القرشة اللي جابتها لك أمك؟ تهاني تهاني. اقعد تمثل عليك هذه. هو يباش. هلا يبا. هلا بشاير. خير ان شاء الله. عسى ما شر. سلامتك. الجنطة هذه ايش حقه؟ بسافر كم يوم. كذي فجأة من غير أي سبب؟ لا شغل وراحة واستجمام. يبا يبا ايش فيك؟ صار لك مدة منت عاجبني. عسى ما شر. أكو شيء مضايق قل لي. بشاير ترى أنا قاعد أسمع نفس السؤال اللي سمعته من أمك ويدك 100,000 مرة لين طقت شفتي. تعبان الواحد يعني ما يسافر ما يروح ما يجي. تعبان بسافر يا ما يتعب. يبا بس ماكو تعب من غير سبب. أوه ايش فيك يبا؟ يبا نسيتني انا بنتك بشاير وطول عمري موضع سرك. ليش ما تقول ليش اللي مضايقك؟ يمكن ترتاح. يبا زين انا عندي اقتراح. ايش رايك اوصلك بسيارتي للمطار وهناك نسولف ويا بعض؟ لا بروح بسيارتي المطار وبوقفها لين ارجع. مع السلامه. أنا أول مرة أشوف أبوي بالحالة هذه. أكيد أكو سبب جايد مزعله. والله يا بنيتي اللي قاعد يحصل بهالبيت شيء مو جايد. لا حق يزعل ويهج بعد. والله عاد عمي ما حد زعله غيرك أنت. كلامك له ومعايرك على إنه ما له شخصية بهالبيت. لا يما لا. سبب زعل أبوي أكبر من كذي وأكو شيء إحنا لازم نعرفه. والله يا بنيتي اكو شيء قرقع بقلبي ودي اقوله بس اخاف طيبوه مرت ولدي تزعل. ولدي حمد ما هج من البيت الا عنده واحده ثانيه يحبها. قوم انت شايف شوفي من يطق الباب. ان شاء الله ما شاء الله. هلا هلا خالتي ام احمد. هلا عليكم السلام. يا شلي هلا. شلون خالتي؟ محمد ايش رايك بهاللي بيدي؟ والله اي دونت نو. شنو اللي بيدك؟ اسال طيبه اسال ام سالم. مسويت له عمل ويايبته حق تهاني علشان تفتك مني وتخرب ولدي علي وتاخذه مني.